رمضان شهر عظيم، فيه يكثر الحمد والاستغفار وتقرب العبد إلى ربه. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج افتح واربح، برنامج مسابقات رمضانية. قبل كل شيء خلوني أقولكم افطار شهي عليكم وعلى العراق كله وعلى العالم، ينعاد عليكم رمضان بالخير والسلام والأمان. برنامجنا يوميا من الساعة 10 إلى الساعة 11 على قناة دبليو تي في. أهلا وسهلا بكم. للتواصل برنامجنا من خلال الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. يلا كثفوا اتصالاتكم، حتى اليوم نقول لكم على الجوائز الموجودة داخل الصناديق. اليوم جوائز كلش هواية وأسئلة كلش بسيطة وسهلة. يلا خلوني أسمع صوتكم وأول اتصال هاتفي بالبرنامج ونقول ألو. نعم ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. الله يخليك. أشارك؟ أكيد ممكن. أنت شاركت؟ شنو اسم حضرتك؟ نبيل ماجد. نبيل. نبيل من وين؟ بغداد. أهلا وسهلا بك، حياك الله نبيل. بغداد. اهلا وسهلا بك نبيل. قبل ما نروح للصناديق وقبل ما اقول لك خلينا نلعب، انت ربحت ويانا خصم 25% مقدم من مركز زهراء بيوتي الكائن بالكراده ساحه الواثق. نعم. يلا نبيل يلا نلعب. نعم نعم. يلا تلعب. نعم. خوش تلعب لو لا. ان شاء الله. يلا يلا تمام. نبيل اختار لنا رقم. يلا 14. يلا خلينا نشوف صندوق رقم 14 شنو داخله. يقول لك افتح رقم 20. خلينا نفتح صندوق رقم 20. مبروك عليك، مبروك طبعا البنوتات اللي موجودات بالبيت الآنسات، مبروك فازت بجلسة تركيب رموش مقدم من مركز زهراء بيوتي الكائن بالكرادة ساحة الواثق. مبروك استاذ نبيل. شكرا. اهلا وسهلا بحضرتك. وناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير. انت بألف خير حبيبتي. حبيبتي اهلا وسهلا فيك. شنو اسم حضرتك؟ جنة علي هادي من بغداد. نعم؟ جنة علي هادي من بغداد. جنة، شلون الجنة؟ والله الحمد لله جنة. شلون رمضان وياك؟ الحمد لله. حلو؟ ايه الحمد لله. تمام. يلا جنة. نلعب؟ ايه بيلا قبل ما نلعب خليني اقول لك، انت ربحتي ويانا خصم 25% مقدم من مركز زهراء بيوتي الكائن بالكراده ساحه الواثق. شكرا. حبيبتي، يلا اختاري لنا رقم. 21. يلا، خلينا نشوف صندوق رقم 21 شنو بداخله. يلا. سؤال: منتخب أوروبي لم ينجح في الوصول إلى نهائيات بكأس الأمم الأوروبية عام 1992. عدد أيدي. منتخب أوروبي لم ينجح بالوصول إلى نهائيات بكأس الأمم الأوروبية عام 1992. 1992؟ نعم. نعتذر، انتهى الوقت وناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير صحة وسلامة. اجمعين حبيبتي. من وياي؟ نادية خضر من كربلاء. نادية، شلونك نادية؟ الله يخليك. تحياتنا إليك وكل أهلنا بكربلة.
الله يخليك رحم الله والديك. نادية شلون الأجواء هناك يمكم؟ والله الحمد لله يعني أنا بتطلع. تمام حلوة يعني. إيه الحمد لله والشكر. ربي ينعم عليكم بالسلام والأمان. الله حبيبتي ليلة. يلا نادية نلعب؟ إن شاء الله. يلا خوش تلعبين نادية؟ والله حظك حلو. يلا يلا نادية اختاري لنا رقم. رقم 5. رقم 5 يلا. خلي نشوف رقم 5 شنو بي والصندوق جرام لك برقم 5. يلا السؤال يقول خرج رجل أثناء المطر الغزير دون شمسية ومع ذلك شعر رأسه لم يبتل ليش؟ كلش سهل ليش؟ طلع بالمطر وما تبلل شعر رأسه لابس شمسية؟ لا هو من دون شمسية ومع ذلك شعر رأسه لم يبتل ليش؟ تحياتنا للقرعان يلا ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. مساء الخير. مساء الورد. حياتي ويا زينب. حبيبتي أهلا وسهلا بيك زنوبة. حياتي انتي رمضان كريم. رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير. انتي بألف خير جميل. يلا زنوبة انتي من وين؟ أنا من بغداد. حياك الله زينب. حياتي. يلا زنوبة اختار رقم 6. نعم؟ اختار رقم 6. تختارين رقم 6، هذا رقم الحظ زنوبة؟ هذا رقم عيد ميلادي. عيد ميلادك حبيبتي. إن شاء الله العمر كله. بدون قلبي. حبيبي. يلا زنوبة. إن شاء الله يطلع سؤال سهل. أوكي إن شاء الله. في أي عام ميلادي بدأت معركة نهاوند؟ عندي السؤال. في أي عام ميلادي بدأت معركة نهاوند؟ نهاوند؟ إي. تعجيني شقد؟ أنا سمعتها جاوبت شقد قلتي؟ 642؟ إيه شقد؟ 142 عافية تحياتي حبيبتي زينب شنو؟ زينب كاظم هادي. زينب كاظم ماجد. زنوبة اسمك دخل ويانا بالقرعة وإن شاء الله نعلن عن اسم الفائز بنهاية الشهر الفضيل. مبروك زنوبة. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير. وانت بخير حبيبتي تفضلي. نور عبد العباس. نور حياك الله. نور نور من وين؟ من بغداد. يلا نورة نلعب. اي ان شاء الله حبيبتي. نورة قبل ما نلعب عندك خصم 25% مقدم من مركز زهراء بيوتي الكائن بالكرادة ساحة الواثق. اي مشكورة حبيبتي. يلا اختاري لنا رقم نورة. اختار رقم 6. رقم 6 تمام. رقم 6. رقم 6 اوكي. نورة بدون سؤال ربحتي ويانا ماكينة جلي للوجه. مشكورة حبيبتي. تقدرين تتواصلين بالأرقام الموجودة أسفل الشاشة لاستلام الجائزة. شكرا إلش نور. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وكل عام وأنت بخير. أنتي بألف خير حبيبتي. منو حضرتك؟ سناء فاضل عباس. سناء. سناء من وين؟ من بغداد. حياك الله سناء. ما تنسي سناء اليوم صايمة؟ ايه الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله واصل. ان شاء الله. تسوين فطور؟ ايه. انتي لو اكو احد يساعدك؟ لا والله يعني خاف عليك الزلاطه. نهل سواني. ها زين يعني ما تسوينه كل؟ لا. اوكي يعني ماخذه استراحه. بس مستعديهم شويه. يلا تمام. يلا سناء اختاري لنا رقم. 30.
30. يلا رقم 30. تمام رقم 30 مبروك، فزتي وياهم من مركز زهراء بيوتي، هاي الجائزة مقدمة، معالج شعر. مبروك. شكرا حبيبتي. حياتي. بس للاستفسار الأرقام الموجودة أسفل الشاشة على مود تستلمين جائزتك. تمام. ناخذ اتصال آخر. ألو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. حسن أركان هادي. اسمك حسن؟ حسن أركان هادي. حسن شنو؟ شباب مدى اسمه؟ حسن أركان هادي. حسن أركان. شلونك حسوني؟ الحمد لله. حسوني انت يا صف ثاني؟ انا انت صف الثاني. نعم. حسوني صوتك صار كلش ناصي. ها حسوني وينك؟ انقطع الاتصال. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام. خوياك احمد جاسم من بغداد. احمد جاسم. اهلا احمد. اهلا بك. حياك الله احمد. حيا الله اسمك اخت العزيزه. صوتك ناصي احمد، علي لنا صوتك. وهسه. اي هسه تمام. عاشت ايدك. يلا احمد نلعب؟ يلا اوكي. يلا خلينا نلعب. يلا اختار لنا رقم احمد. 31. 31؟ نعم. ما عندنا 31، الارقام من 1 الى 30. 27. 27. يلا خلينا نشوف صندوق رقم 27 ايش فيه. تمام بجائزة للبنوتات والآنسات الحلوات. فازوا ويانا باكريليك جلش مقدم من مركز زهراء بيوتي الكائن بالكراده ساحه الواثق. اشكرك زين. شلون اخذ الجائزه؟ الجائزه الرقم يظهر نهايه البرنامج وتقدر تتواصل ويا الشباب. تمام شكرا لك احمد. نورتنا. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. بس عبد الله بسام من انبا. عبد الله بسام من انبا. اهلا وسهلا بك عبد الله. اهلا وسهلا بك. رمضان كريم عليك. على الجميع يا رب. كل عام وانت بخير. انت بخير صحه سلامه. الله يسلمك اجمعين. يلا عبد الله نلعب؟ ان شاء الله جاهز. يلا اختار لنا رقم عبد الله. 25. رقم 8. يلا خلينا نشوف صندوق رقم 8 شنو بيه. يلا السؤال كلش سهل. السؤال يقول شيء تاكل منه ولا تاكله. شنو؟ اي بالله شيء تأكل منه ولا تأكله، تأكل منه وما تأكله. شنو هو؟ تأخذ منه وما أكله. إي سهل. العمر؟ لا. العمر؟ لا حاول تستعجل بالجواب لأن عندك 20 ثانية. نعتذر منك. انتهى الوقت وناخذ اتصال اخر ونقول الو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم وكل عام وانت بخير. انت بألف خير.
حبيبي من ويانا؟ زينب وزليك هادي. زينب، زينب ايش قد عمرك؟ 5. حبيبتي ان شاء الله العمر كله يحفظك الماما والبابا زنوبة. شكرا حبيبتي. يلا حياتي فدوى لقلبك، اني هم احبك حياتي. زنوبة زنوبة تلعبين؟ اي يلا تلعبين لو تغنينا لو تقرينا نشيد. العب. يلا نلعب. يلا زنوبة اختارينا رقم من الصناديق الموجودة. 1. رقم 1. اوكي يلا زنوبة مبروك. الماما فازت ويانا باكريليك جلش مقدم من مركز زهراء بيوتي الكائن بالكرادة ساحة الواثق. شكرا. عفوا بس خليني اخذ اسمك. زينب شنو؟ زينب دريد. زينب دريد. زينب شنو؟ الو. نعتذر انقطع الاتصال بسيارة الشباب الموجودين بالكنترول. تمام ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك. انا اسمي فاطمة. فاطمة شلونش فطومة؟ زينك. كل عام وانت بخير فاطمة. عليكم وعلي حبيبتي. يلا فاطمة نلعب؟ يلا. يلا اختاري لنا رقم فطومة. عمري 7 عادي. شلون؟ عمري 7. 7 سنوات ان شاء الله العمر كله. يلا حبيبي. يلا فطومة اختاري لنا رقم. 2. رقم 2. يلا. سؤال هذا السؤال صعب وهي صغيرة. يلا فطومة مبروك. اللي بالبيت فازوا ويانا صبغ شعر وقص مقدم من مركز زهراء بيوتي الكائن بالكرادة ساحة الواثق. بس اريد اسمك الكامل. نعم انا كربلاء. مدارس بعيدة يعني. شنو؟ مدارس ما صوتها ابد. انا كربلاء ما اقدر. اوكي تمام ناخذ اتصال اخر. يعني الاطفال اللي الاهل اللي دا ينطون الاطفال يحشون ويانا الجوائز دا تروح عليكم للاسف، فيا ريت الاسم يكون واضح جدا على مود نقدر نتواصل او تتواصلون ويانا من خلال الاسم الثلاثي. يعني ليش الجائزه دا تروح عليكم؟ بس حبيت انوه على هذا الموضوع. وناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير. نورة. حبيبتي نورك. شغلين طالع اليوم. حبيبتي تسلمين يا ورده. تسلمين. وياك حنين حسين. حنين حسين شلونك حنين؟ الحمد لله قلبي. شخبارك؟ الحمد لله. حبيبتي حنين حياتي. يلا حنين انت من البصره؟ انا عجبتني جائزه مال تركيب رموش واتمنى تطلع لي. اوكي ان شاء الله. ان شاء الله. ولا يهمك. حنين شنو؟ حسين. حنين حسين من البصرة؟ من بغداد حبيبتي. من بغداد. يلا حنونة نروح للصناديق؟ إن شاء الله. يلا اختاري لنا رقم. اختار رقم 10. رقم 10 تمام. طالع لك ادخل صندوق رقم 18. خلينا نروح الصندوق رقم 18. نعم
حنين حظك حلو ان شاء الله كلش حلو. ها حنين مبروك مبروك ربحتي ايربود. شكرا. مبروك ربحتي ايربود حبيبتي. مبروك إليك الجائزة، وتقدرين تتواصلين على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة على الواتساب على مود تشوفين ايش وقت تحضرين للقناة وتستلمين جائزتك. مبروك إليك حبيبتي. أحب أنوه لاستلام جوائزكم، الرقم راح يظهر أسفل الشاشة في نهاية الحلقة لاستلام الجوائز. مبروك لكل الفائزين، ومستمرين بحلقتنا برنامج افتح واربح. وناخذ اتصال ونقول الو. الو 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 الو. ها يا حبيبي البارحة شلونك؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. حسن اركان. حسن اركان. حسن اركان. نعم. شلونك حسوني؟ الحمد لله. حسن من وين؟ من بغداد. من بغداد. يلا حسوني حسوني تغني لنا، تقرا لنا شعر، نروح نلعب بالصناديق، شو تحب كيفك؟ يلا نروح نلعب. يلا نروح نلعب، مو يم الفن حسن. يلا يلا حسن اختار لنا رقم. 12. رقم 12. يلا خلينا نشوف صندوق رقم 12 شنو بيه. يلا يلا. من هو اول من حاول الطيران؟ كلش سهل. عباس ابن فرنان. عافية مبروك عليك، اسمك دخل ويانا بالقرعة، وراح نعلن عن اسم الفائز في نهاية شهر رمضان الكريم. أهلا وسهلا بيك، ومستمرين وياكم وناخذ اتصال ونقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. رمضان كريم عليكم. وياك سوسن كاظم من بغداد. سوسن شلونش سوسن؟ الله يسلمك الحمد لله. الحمد لله. بس هالمرة ما تخلين اسمي، خلي اسم بنتي حوراء، ما كنت حاطة حدود. ها هي تحكي ويانا؟ لا صغيرونا بعد. اوه يا حبيبتي الله يحفظها لك. الله يسلمك حبيبتي. يلا. اوكي اختار رقم 23 بما انه هي دش يوم 23. اوكي يلا خلينا نشوف رقم 23 شنو بي؟ صندوق رقم 23. يلا هذا اللي هذا. يلا يقول تغني لي أغنية لناظم الغزالي. والله ما أعرف أغني. مخرجنا أغني بمكانها وتفوزها. والله ما أعرف أغني. والله حتى ما حافظ أغانية. أوكي يلا أنا أغني مكانك أي أغنية. زين أقري لنا شعر. والله ما أنا عادي أغني ما عندي مشكلة. اقري لنا شعر. شعر؟ اي حزرينا حزوره. اوكي قال الشعر. يلا. اقول مشتاق لك. اي. مدري ايش كثر. اي. مشتاق لك مدري ايش كثر. قد ما وقفت انا انتظر. بجد الصبح ها والعصر والشوف وتك ما ظل صبر. الله. تدري انا حيل اتاملك ومحضر هلاهب من سمر. الله حبيبتي صح لسانك. مبروك مبروك إلك، اسمك دخل ويانا بالقرعة. بس اسمك الكامل. بس خلي اسم حوراء تامر. حوراء كاظم تامر. تامر تمام. حوراء ثامر شنو؟ محمد. تمام مبروك إلك، إن شاء الله راح نعلن عن اسم الفائز في نهاية الشهر الفضيل. شكرا لاتصالك، وناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم عليك. الله يحفظك يا سجاد. خلاص من واصل.
اهلا وسهلا بيك سجاد، كل عام وانت بخير. وانت بعد بخير يا طيبه، تحياتي لحضرتك وكل الكادر. تسلم، تحيات الكادر لحضرتك. ربي يحفظك ويخليك يا طيبه. اهلا وسهلا بيك. يلا سجاد نروح نلعب؟ ثلاثه. يلا سجاد محضر الرقم لي قدام. يلا يلا سجاد، خلينا نشوف شنو بداخل صندوق رقم ثلاثة. يلا، ما هي جنسية الموسيقار العالمي بيتهوفن؟ ما هي جنسية الموسيقار العالمي بيتهوفن؟ جنسية بيتهوفن؟ اختيارات؟ نعم؟ أكو اختيارات؟ لا للأسف ماكو اختيارات، عندك 20 ثانية، حاول تستعجل بالجواب ليخلص الوقت. خليني أشوف القوية. حاول يستعين بصديقه عنده 20 ثانية. نعتذر منك، انتهى الوقت، وناخذ اتصال آخر ونقول ألو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام. فيصل ابراهيم من موصل. اهلا وسهلا بك فيصل. الله يسلمك. شلونك؟ رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير. بخير ان شاء الله. يلا فيصل نلعب؟ انت بكيفك. نروح نلعب؟ يلا، اختار لنا رقم فيصل. يلا. اي نعم. يلا اختار لنا رقم. رقم 20. رقم 20، يلا، خلينا نشوف صندوق رقم 20 شنو بداخله؟ ايش تتوقع فيصل؟ ايش تتوقع؟ شنو بداخله؟ سؤال، قنبلة، جدرية دولمة. يلا، أكثر كلمة ذكرت في القرآن الكريم. أكثر كلمة ذكرت في القرآن الكريم. الجواب كلش سهل. نعتذر من حضرتك، انتهى الوقت، وناخذ اتصال اخر. ايوه مساء الخير. مساء الورد. تمام بخير. ياكم زهراء حربي من بغداد. اهلا وسهلا بي زهورة. اهلا بيك. شلونك؟ تمام الحمد لله. يلا زهورة نلعب؟ اجاوب على السؤال مال قبل شويه؟ لا هذا طلع له بالصندوق، انت لازم هسه تختاري لنا رقم على مود نعرف حظك. يلا. رقم 5. يلا خلينا نشوف صندوق رقم 5 شنو بي. يلا هذا رقم الحظ زهراء. اي اوكي، يلا ان شاء الله رقم حظك حلو وما يخيب. يلا ثلاثة دول فازت بكأس العالم لكرة القدم مرتين، من هي؟ الأرجنتين. نعم؟ الأرجنتين والفرنسا. أرجع أعيد الجواب مدى أسمع. فرنسا والأرجنتين، ما أعرف أقول وإيطاليا. حرامات انقطع الاتصال أو انتهى الوقت، نعتذر منك. تمام ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حياكم احمد اسماعيل من الانبار. اهلا وسهلا بك اسماعيل. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. رمضان كريم عليك وعلى كل الاهل، كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله، ربي يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك. يلا استاذ اسماعيل قلت لي مو؟ نعم نعم. يلا استاذ اسماعيل اختار لنا رقم. يلا
رقم 20. رقم 20. يلا خلينا نروح لصندوق رقم 20 ونشوف شنو بداخله. سؤال يقول: أين توجد أصغر عظمة في جسم الإنسان؟ أين توجد أصغر عظمة في جسم الإنسان؟ الأذن. صح. الأذن. صح، عاشت إيدك. بس أريد اسم حضرتك الثلاثي. اسمك الثلاثي؟ إسماعيل مطلب أحمد. مطلب أحمد. نعم. تمام، مبروك إليك، اسمك دخل بالقرعة وإن شاء الله نعلن عن اسم الفائز في نهاية الشهر الفضيل. شكرا إليك. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. رمضان كريم. رمضان كريم عليك. زينب حسون ديوة من بغداد. أهلا وسهلا بيك زينب. أي وياك. كل عام وأنت بخير زينب. وأنت بخير حبيبتي. إن شاء الله اختار رقم 25. 25. 24. 24. يلا هسه انت محتارة بين 25 وبين 24، يا هو من هو؟ اي والله جيراني يقولون 24 وانا اقول 25. يلا 24 نختار. 24. من أول فريق عربي يفوز ببطولة العالم العسكرية لكرة القدم؟ مساعدتك. 1972. نقول 1972. صح. اسمك دخل ويانا بالقرعة. مشكورة مشكورة حبيبتي. زينب حسون شنو؟ عليوي. تمام، شكرا لحضرتك. ومستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم برنامج افتح واربح. وناخذ اتصال ونقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم، وكل عام وانت بخير. الله يسلمك. من وين؟ انا من الديوانيه. شنو اسم حضرتك؟ محمد صالح. محمد صالح. محمد صالح. اي نعم، سيف محمد صالح. تمام، سيف محمد صالح. تمام، ديوانية. حياك الله وكل اهلنا بالديوانية. الله يسلمك. يلا سيف نلعب. يلا يلا نلعب. اختار لنا رقم سيف. 15. رقم 15. يلا خلينا نشوف صندوق رقم 15 شنو بيه؟ ايش تتوقع ايش بيه؟ والله يمشي المشاركة وياكم. نورتنا انت. الله يسلمك. يلا سيف البنوتات والآنسات بالبيت فازوا ويانا. نعم. بجلسة معالج وقص شعر مقدم من مركز زهراء بيوت الكائن بالكرادة ساحة الواثق. شكرا شكرا. اهلا وسهلا بك. نورتنا سيف وكل المتصلين اللي ما حالفهم الحظ، ان شاء الله يحالفهم الحظ بالمرات القادمة. ومستمرين بحلقتنا وياكم وناخذ اتصال ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونك شخبارك؟ حبيبتي اهلا وسهلا بيك. تحبين النبي يا رب. نعم؟ تحبين النبي يا رب. حبيبتي حياتي، تبوسين الكعبة.
رحم الله والديك. حياتي انت، رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير. وانتم بألف خير يا رب، وعلى أمة محمد يا رب. أجمعين، هاي الدعوة أحلى شيء. تسلمين تسلمين. حبيبتي منو؟ طيبة. فدوى لقلبك، منو جاية؟ سلم قلبك، زينب جسام من الأنباء. زينب، زينب جسام؟ من الأنباء، نعم. حياك الله وكل أهلنا الطيبين بالأنباء. حيي نباتي، حيي نباتي. حبيبتي، يلا زنوبة. النبي. فدوى لقلبك، زنوبة نلعب؟ في ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. يلا زنوبه اختاري لنا رقم. مساعدتك مساعدتك. تدللين من عيوني. سلم عيونك، يسلم عيونك. يلا زنوبه اختاري لنا رقم. رقم 5 ان شاء الله على عددنا. ان شاء الله، الله يحفظكم ويحميكم. يسلمك يسلمك. يلا نختار لك سؤال سهل. إن شاء الله يطلع. أكمل المثل التالي، مثل شعبي متعارف عليه، يقول لك يم العقرب لا تقرب. يم العقرب لا شو؟ يم العقرب لا تقرب، ويم ال حي أفرشونا. عسيدك ويدك. حبيبتي اسمك دخل ويانا بالقرعة، وإن شاء الله تسلمين تسلمين يا ربي، بالتوفيق يا رب. حبيبتي توفيق للجميع، وربي يحفظكم ويديم عليكم الامن والامان يا رب، يحفظ لك الوالده ويحفظ لك الاهل يا رب. حبيبتي تسلمين يا طيبه، بس اريد اسمك الثلاثي. زينب جسام شنو؟ نعم زينب جسام عباس. تمام، شكرا لاتصالك ونورتينا عزيزتي. وناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أشارك؟ أكيد ممكن، أنت شاركتي. إن شاء الله. أول مرة أتصل على البرنامج فما أعرف يعني شنو هي القسمة، ما لاقي يعني. نورتينا. تسلمين حبيبتي. حبيبتي رمضان كريم عليك وكل عام وأنت بخير. ألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. أجمعين يا وردة. شنو اسم حضرتك؟ مريم أحمد. مريم. مريم من وين؟ من بغداد. من بغداد. مريم تعبانة من مواعين الفطور؟ ماكو فد اختراع لمواعين الفطور؟ حبيبتي يلا مريم نلعب؟ يلا ان شاء الله. يلا اختاري لنا رقم مريم. اختار هو شنو الارقام اختار؟ من 1 لـ30. لـ30؟ اي 22. بس اريد سؤال سهل يعني. اوكي ان شاء الله. من هو بطل مسلسل العراقي مناوي باشا؟ مناوي باشا؟ نعم، الفنان المرحوم الله يرحمه. والله ما اعرف يعني. اعطيني مساعدة، ما في خيارات؟ لا. اي اكو خيارات. يلا. الفنان المرحوم عبد الخالق المختار، لو الفنان المرحوم عبد الخالق المختار. يلا. انتهي الوقت وانا ساعدتها. تمام يلا. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان مبارك. حبيبتي رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير حبيبتي، الله يسلمك. حبيبتي الغالية. تمام، من وين حضرتك؟ أنا من بغداد، اسمي زينب سامي. زينب سامي، شلونك زنوبة؟ هلا حياتي الله يسلمك. شلون رمضان وياك؟ الحمد لله الشكر، الحمد لله. الحمد لله. حياك الله زينب، أول مرة تشاركينا؟ لا والله شاركت مرتين وخسرت. اوكي اليوم لازم نفوزك لعاد ان شاء الله. اوكي يلا زنوب اختاري لنا رقم. اختار رقم 13. رقم 13. اوكي يلا. السؤال كلش سهل، اكمل المثل التالي. شعره من جلد
شعره من جلد كلب. لا لا غيري. شعره من جلد كلش سهل. شعره من جلد خنز. خنزير. عسير. عاش سيدي. عاش سيدي. زينب سامي شنو؟ مدير. نبيل. مدير. زينب سامي شنو؟ مدير. نبيل. مدير. لبيب مو؟ لا لا ما مجيد. مجيد. اي نعم. اوكي اعتذر منك ما بدي اسمع بوضوح. يلا حبيبتي اسمك دخل ويانا بالقرعه ونورتينا. وناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم عليك. وياك عبد الله ماهر. شلونك عبودي؟ زين. شخبارك؟ الحمد لله. تلعب طاوة بالشارع؟ لا. اوكي. لا لا. ايه. عافية. يلا عبودي نلعب؟ ايه. عبودي انت من وين تحكي ويانا؟ من بغداد؟ من بغداد ايه. تمام. يلا عبودي اختار لنا رقم. رقم 12. رقم 12. يلا. ان شاء الله يطلع. سؤال، ما هي جنسية الفنانة هند صبري؟ شنو؟ ما هي جنسية الفنانة هند صبري؟ مصري مصري. نعم؟ مصري مصري. لا غير الجواب. لا مو مصرية. 20 ثانية وياك عبودي، حاول أحد يساعدك. نعتذر انتهى الوقت. 20 ثانية وياكم. اول ما تبلشون، اول ما ابلش اسال السؤال. اي نعم. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. وياكم اوس احمد عادل من بغداد. اوس شلونك اوس؟ والله الحمد لله بخير. ايش قد عمرك اوس؟ انقطع الاتصال. نعتذر انقطع الاتصال. ناخذ اتصال اخر. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد حسن من ناصر. اهلا وسهلا بك محمد، رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. شو اخبارك؟ الله يسلمك بخير. تمام دومك بخير يا ربي. اشكركم والله الجميع ان شاء الله. اجمعين. محمد نلعب؟ محمد حسن. تمام. نلعب نلعب. يلا نلعب. يلا اختار لنا رقم محمد. رقم 28. رقم 28. خلينا نشوف صندوق رقم 28 شنو بيه، شنو بداخله. من هو الملك الذي بنى الهرمين الكبيرين؟ من هو الملك الذي بنى الهرمين الكبيرين؟ حمورابي. لا استعجل بالجواب، حاول تغيره لان عندك 20 ثانية قبل ينتهي الوقت، فحاول تستعجل. اعتذر منك انتهى الوقت. مشاهدينا الكرام اليوم وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المسابقات الرمضانية، برنامج افتح واربح. هذا البرنامج يأتيكم من الساعة 10 الى الساعة 11 ليلا على قناتكم قناة دبليو تي في الفضائية. لمعرفة التواصل مع البرنامج لاستلام الجوائز رقم الموجود أسفل الشاشة حتى تتواصلون وياه وتستلمون جوائزكم. مبروك لكل الفائزين ونتمنى حظ أوفر للي محالفهم الحظ، وإن شاء الله يتصلون بينا بالأيام القادمة. ما يسعني إلا أن أقدم شكري الحقيقي إلى أزياء الشيخة
الشيخ علي الزي الخليجي فرعها الرئيسي بالمنصور مقابل مول المنصور. الفرع الرئيسي المنصور مقابل مول المنصور، وفرع الثاني شارع فلسطين مجاورة جامعة المستنصرية. شكرا للشيخ علي الزي الخليجي على الرقي وجمال الأناقة، شكرا لكم. وشكرا لمركز زهراء بيوتي لدعمهم المتواصل بهداياهم للمشاهدين. ختامنا أقول لكم رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. شكرا لكم، في مولاه.